ضبطت وزارة التجارة والاستثمار عددا من المتاجر قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل الوقت المحدد، وأوقعت في حقها العقوبة النظامية، وذلك بعد أن قامت مسبقا بالدعوة للإبلاغ عن المخالفين. وذكرت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي أنه بإشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك والفرق الرقابية المشتركة ضبطت محلات تجارية فرضت الضريبة قبل تطبيقها واستدعاء أصحابها لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإيقاع العقوبات عليهم. وكانت التجارة قد أعلنت عن تنفيذ جولات رقابية مشتركة مكثفة بالتعاون بين وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الزكاة والدخل والأمانة على المحال والأسواق لرصد مخالفات ضريبة القيمة المضافة.